إذن مشاهدينا نشاهد هذه المشاهد بشكل مباشر من مناطق مختلفة من العاصمة عمان وعلى امتداد المحافظات. هذه مسيرات دعما لغزة ورفضا للحرب، حيث بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى منطقة وسط البلد في عمان للبدء بهذه المسيرات، طبعا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة كما سائر الجمع السابقة على مدى شهرين تقريبا. كل جمعة تشهد منطقة وسط البلد والعديد من محافظات المملكة مسيرات منددة وتظاهرات بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين. ينضم إلينا مراسل المملكة من محيط الدوار السادس أنس الحياري، أهلا بك معنا أنس. ضعنا في تفاصيل هذه المسيرة حيث أنت متواجد. نعم، يعني بالفعل قبل قليل مع انتهاء صلاة يوم الجمعة وصلاة الجمعة انطلقت قبل قليل مسيرة حاشدة بعنوان أوقفوا محرقة غزة. هذه المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن يشارك فيها ربما الآلاف كما تشاهدين في الصورة في هذه اللحظة، سيتجهون من هذا الموقع من مسجد عباد الرحمن في منطقة الدوار السادس باتجاه منطقة عبدون أو بالقرب، يعني ربما لرمزية السفارة الأمريكية للضغط بشكل كبير ويعني توجيه رسائل إلى ضرورة إيقاف الحرب والمجازر التي تحدث في قطاع غزة. كما تشاهدين هناك العديد من اللافتات باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك أيضا يتمكن جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المتواجدة هنا من إيصال الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى العالم أجمع بضرورة وقف مجازر التي تحدث على غزة ووقف الحرب على غزة. كما تسمعين أيضا هناك مطالبات عديدة يعني بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل ودائم مع السفارة الإسرائيلية في عمان. يعني هناك هتافات عديدة نسمعها في هذه اللحظة، ويعني لا تزال هذه المسيرة متوقفة حتى هذه اللحظة. هناك عدد كبير من الأجهزة الأمنية يقفون في منتصف هذا الطريق. ربما بعد قليل ستتوجه هذه المسيرة باتجاه منطقة عبدون، ولكن هناك يعني منطقة محددة لسير هذه المسيرة لم يسمح يعني بتجاوز هذه المنطقة. طيب، ما هو المسار المحدد لهذه المسيرة؟ المسار المحدد من منطقة دوار السادس بالتحديد من عند مسجد عباد الرحمن إلى أقل من نصف كيلو باتجاه عبدون، أقل من نصف كيلو. يعني يتواجد العديد من رجال الأمن على شكل يعني مجموعات أمنية، يعني سترافق هذه المسيرة إلى النقطة التي حددها رجال الأمن. طيب، هناك من يصف، ويعني نريد تأكيد منك حسب ما ترى بالواقع، بأن هذه الجمعة تعتبر لربما من أهم الجمع التي يتم فيها تجمع للمتظاهرين وخروج هذه المسيرات، ولكن بأعداد أكثف من كل مرة. إلى أي مدى يعني هذا الوصف يعتبر دقيق، وكيف تصف يعني خلال اليوم تواجدك في العاصمة عمان والتفافك في العديد من المناطق، كيف تصف فعلا خروج الناس إلى الشوارع والمشاركة في هذه المسيرات؟ أريد ربما هي ليست الأهم، هي كل جمعة وكل وقفة بالنسبة لجميع المتظاهرين أو جميع من يأتوا لهذه المسيرة هو يوم مهم. يعني كل وقفة هي وقفة مهمة مهما كان عددها، كان قليل أو كبير، وذلك لإيصال رسائل أردنية مستمرة بأن نحن الأردنيين نقف جنبا إلى جنب مع الأهل في الضفة الغربية، نقف جنبا إلى جنب مع الأهل في غزة. وجميع هذه يعني الوقفات هي على بعد واحد من الأردنيين، هي وقفة مهمة، هي فيها رسائل مهمة مهما كان عددها، مهما كان أيضا يعني شكل هذه الوقفة كبير أو صغير، مهما كان
الجهة أو مهما كانت الجهة التي تنظم هذه الوقفة بشكل يعني بشكل عام منذ شهرين كما قلت قبل قليل. تستمر المسيرات بكافة المناطق في عمان وفي المحافظات العاصمة كافة. في كافة المناطق أصبحت هناك رمزيات. تتحدث مثلا مسجد الحسيني في وسط البلد هناك له رمزية خاصة يتجمع فيها عدد من الأحزاب والأحزاب شبابية وشعبية. أيضا في منطقة الرابية لها رمزية خاصة لقربها من السفارة الأمريكية. في هذه المنطقة لها من السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية. في هذه المنطقة لها رمزية خاصة أيضا لقربها لقرب هذه الوقفة من السفارة الأمريكية. أنا أتحدث يعني عن سفارات ودول لها يعني سيطرة ولها يعني كلمتها في هذه الحرب. أشكر وجودك معنا أنس الحياري مراسل المملكة من محيط الدوار السادس، شكرا جزيلا لك. والآن أنتقل إلى إربد ومن هناك مراسل المملكة أسامة المومني. أهلا بك معنا أسامة، ضعنا في صورة التظاهرات من لديك، هذه المسيرات أبرز الشعارات المتداولة فيها وآلية المشاركة أيضا. على ما يبدو بأن أسامة المومني ليس جاهزا بعد، أو لا أعلم إذا كنت تسمعني أسامة، هل تسمعني؟ نعم بالفعل، يعني أتواجد الآن وسط مدينة إربد وحيث ينفذ عدد كبير من المواطنين في الأثناء مسيرة تضامنية مع الأشقاء في غزة. هذه المسيرة تأتي هي واحدة من ضمن سلسلة مسيرات يعني بدأت تخرج منذ شهرين تقريبا بتزامن مع بدء عملية طوفان الأقصى. هذه الفعاليات لا تقتصر على وسط مدينة إربد فقط، فلتخرج في كافة مناطق مدينة إربد ومحافظة إربد على سبيل الأثناء. في هذه الأثناء بالتزامن مع هذه الوقفة هناك في بلدة كتن وقفة تضامنية أخرى للأشقاء في فلسطين، وهذه الوقفات كافة تستنكر يعني انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته بحق المدنيين وحرب الإبادة يعني التي تتعرض لها غزة وسط الصمت الدولي كما يصف يعني المشاركين في هذه الفعاليات في محافظة إربد. هذه الفعاليات أيضا تأتي للتأكيد على الموقف الأردني والتوافق ما بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي للدفاع عن القضية الفلسطينية. عندما نتحدث عن هذه الفعاليات نتحدث عن فعاليات أخرى ستكون خلال الأيام القادمة، أعرف أنها سواء فعاليات شعبية أو حزبية. بين أيضا هناك العشائر في إربد لازالت تواصل بإعلان فعاليات في دواوين هذه العشائر. على سبيل المثال عشيرة العبيدات يوم غد سيكون لها هناك فعالية تضامنية في لواء بني كنانة. عشيرة التل أقامت عدة حملات يتضامن مع غزة. أيضا حملات جمع التبرعات في غزة لا تتوقف هنا في إربد. على سبيل المثال الغرفة التجارية جمعت الكثير من التبرعات، والأسبوع الماضي ظهر هذا التضامن أو قبل أيام ظهر هذا التضامن جليا عندما يعني بدأت حملة الإغلاق الشامل هنا في إربد. نسبة كبيرة من المحال التجارية أغلقت أبوابها بالرغم من الأزمة المالية التي تعصف بالسوق التجاري، ولكنهم التجار هنا آثروا يعني وفضلوا إغلاق محالهم تضامنا مع غزة ولدعمهم للأشقاء في غزة. المسيرات هذه كما ذكرت لك واحدة من عدة مسيرات خرجت في إربد. يعني هذه المسيرة على سبيل المثال الآن وسط مدينة إربد الليلة الماضية كان هناك صلاة ودعاء لغزة في مجمع السفريات الجديد في مجمع عمان الجديد جنوب مدينة إربد. كان هناك فعاليات أعلنت خلال الأسبوع الماضي أيضا عن فعاليات ونفذتها في الألوية 9 في محافظة إربد. حالة التضامن الشعبية هنا لا تنتهي في إربد مع فلسطين، حالة الاستنكار لهذه الجرائم ولحرب الإبادة التي تتعرض لها غزة أيضا لا تنتهي، مطالبين يعني بضرورة وقف هذه الانتهاكات وبضرورة يعني دعم غزة بشكل فوري وحماية يعني المنكوبين هناك من المجاعة، خطر المجاعة وخطر يعني وقيهم من البرد وتأمينهم بالطعام والمواد الطبية والصحية اللازمة.
نعم لك. نعم أسامة، شكرا لك حتى هذه اللحظة. أسامة المومني مراسل المملكة من إربد، وننتقل إلى معان، ومن هناك مراسلنا محمد دويرج. أهلا بك معنا محمد. ضعنا في صورة المشاركة في هذه المسيرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعما للأشقاء الفلسطينيين. محمد هل تسمعني؟ الوقفة أو منذ بعد هذه العملية وهي طوفان الأقصى وردة الفعل الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية بشكل عام، أصبحت يعني الوقفة هنا موعدا أسبوعيا لأهالي مدينة ومحافظة معان هنا من أمام مسجد الشريف الحسين بن علي، وقفة أسبوعية تتلو صلاة الجمعة يشارك بها العديد من أهالي المدينة، وذلك لإظهار اعتراضهم وإظهار تضامنهم مع إخوانهم وأشقائهم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. هذه الوقفات هي ما هي إلا سلسلة من الحركات الشعبية التي ترافقت، وهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت تتنوع ما بين الوقفات الاحتجاجية التي تتلو صلاة الجمعة ووقفات احتجاجية في أوقات متنوعة ومختلفة، كانت بالعادة تترافق مع ازدياد حجم العدوان وحدوث يعني تغيرات مفصلية في ذلك العدوان خلال الأيام الماضية، إضافة إلى مسيرات كانت تسير وتجوب شوارع المدينة سواء مسيرات راجلة ومشن على الأقدام أو مسيرات أخرى تم تنظيمها للمركبات جابت أيضا شوارع المدينة. حجم التعاطف يعني ملموس جدا هنا، وحجم التضامن ملموس جدا، ترى في وجوه الناس الغضب والحزن وقلة الحيلة أحيانا لما يرونه من مشاهد هناك تبث عبر جميع يعني الشاشات والقنوات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يتعرض له الأهل والأشقاء هناك. أيضا كانت هناك ردود فعل شعبية تتمثل بجمع التبرعات والتي كانت تقودها غرفة تجارة معان بالتعاون مع المحافظة والتي استمرت لفترة قاربت الشهر، وتم يعني نقل هذه التبرعات ليصار إلى جمعها مع الهيئة الهاشمية الخيرية أسوة بباقي المحافظات والغرف التجارية. أيضا كان هناك يوم أو الأسبوع الماضي عندما تم الإعلان عن أو الإضراب العام والذي كانت يعني دعواته قد انتشرت في جميع أنحاء العالم، فقد استجاب القطاع التجاري هنا في مدينة معان بشكل كبير جدا، كانت نسبة الإغلاقات للمنشآت والمحال التجارية تتجاوز 90% إلى 95% باستثناء العدد من القطاعات الحيوية التي كان يعني عملها ضروريا لنسبة الحياة بشكلها. نعم محمد، على ما يبدو انقطع الاتصال بمحمد دويرج مراسل المملكة من معان، شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة. وننتقل ونعود إلى وسط البلد والعاصمة عمان، ومن هناك مراسل المملكة محمد الفايز. أهلا بك معنا محمد. ضعنا في صورة المشاركة في هذه المسيرات. من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، هذه المسيرة التي جاءت بتنظيم من الأحزاب القومية واليسارية والتي جاءت تحت شعار أوقفوا الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أيضا هذه المسيرة التي شارك فيها أطياف من المجتمع الأردني إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية ومن المجتمع المدني وفعاليات شبابية وحزبية حقيقة كما نراه في هذه الفعالية المركزية والتي لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كل يوم جمعة تخرج مسيرة عقب صلاة الجمعة من هذا المكان تنديدا بالهجمة العدائية الشرسة لقوات الاحتلال التي ارتكبت العديد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وذهب ضحيتهم معظمهم من الأطفال والنساء فضلا عن تدمير البيوت والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية حقيقة في قطاع غزة. العديد من الشعارات التي كانت أو موجودة في هذه المسيرة التي رفعت وتم يعني من خلال اللافتات التي لاحظناها في هذا التجمع وهذه المسيرة، الذين دعوا إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الغاشم
على قطاع غزة، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه ما يحصل من مجازر بشكل يومي، ومطالبين أنه كفى لهذه المجازر وهذا العدوان الشرس والهجمة الكبيرة على قطاع غزة دون أن يكون هناك ذرة من الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني عما يحصل من مجازر يومية. أيضا نتحدث أن هناك كان يعني إشادة بالموقف الأردني يعني الذي كان منذ بداية هذه الهجمة على قطاع غزة بالموقف الدبلوماسي في جميع المحافل لإيقاف هذا العدوان الإسرائيلي. أيضا نتحدث أن خلال هذا التجمع وهذه المسيرة تم رفع الأعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير واللافتات والصور التي أيضا تم رفعها خلال هذه المسيرة التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة والتي تستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. وأيضا كان هناك المطالبات بأن يكون هناك قطع لجميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية في الأردن مع الاحتلال، وأن يكون هناك أيضا دعوة لجميع الدول العربية والعالمية بضرورة قطع هذه العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا لعل أن يكون هناك نتيجة في إيقاف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن يكون هناك موقف موحد دولي وحازم تجاه إسرائيل لوقف هذا العدوان وهذه الهجمة الشرسة على قطاع غزة. وأيضا ما يحصل في الضفة الغربية التي يحصل فيها باستمرار من اقتحامات وقتل للأبرياء في مختلف المدن في الضفة الغربية. أيضا كان هناك بضرورة أن يكون هناك زيادة في تقديم المساعدات الإنسانية من خلال فتح المعابر لإدخال هذه المساعدات العاجلة لأهل قطاع غزة، وأنه ما يدخل في قطاع غزة هو القليل الذي لا يكفي سوى يعني جزء بسيط من الحاجة اليومية لقطاع أهل غزة من المساعدات الغذائية والدوائية والعلاجية والإغاثية بشكل عام. أيضا نتحدث أن هناك العديد من الفعاليات التي يعني تنظم بشكل مستمر في عمان. نتحدث أن المسيرة والفعالية المركزية الأبرز دائما ما تكون هنا في وسط البلد بتنظيم لعدد من الفعاليات الشعبية وأيضا عدد من الأحزاب المختلفة. وأيضا هناك أكثر من فعالية في عمان لهذا اليوم انطلقت بعد صلاة الجمعة، وأيضا نتحدث أن هذه المسيرة لا زالت مستمرة وسوف يتصللها أيضا كلمات وخطابات من قبل عدد من المنظمين لهذه الفعالية من قبل أمناء عدد من الأحزاب السياسية. شكرا لك محمد الفايز مراسل المملكة من العاصمة عمان منطقة وسط البلد. وننتقل إلى الكرك ومراسل المملكة يزن الشمالي من هناك، أهلا بك معنا يزن. ضعنا في صورة المشاركة في هذه المسيرات، كيف يبدو الوضع من لديك؟ نعم بالفعل أصبح مشهد الوقفات التضامنية مشهدا مألوفا هنا في محافظة الكرك، فلا يكاد يمر يوم إلا ويكون هنالك وقفة تضامنية هنا في محافظة الكرك، سواء في منطقة المرج أو منطقة الكرك أو منطقة المزار، يوجد هنالك وقفات تضامنية من أبناء محافظة الكرك. هذه الوقفات التضامنية التي تندد بما يقوم به جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد الغزيين في ممارسات ضد المدنيين. طبعا هذه الوقفات الاحتجاجية، نحن الآن نتواجد في منطقة المرج كما تشاهدون في الصورة. هذه الوقفة التضامنية يشارك بها ممثلي عن الأحزاب والفعاليات الشعبية والفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي قررت أن تشارك في هذه الوقفة التضامنية. بنفس الوقت الآن يوجد هنالك وقفة تضامنية أخرى كبيرة في أمام المسجد العمري ووسط مدينة الكرك مركز المحافظة، وقفة تضامنية كبيرة يوجد هنالك، بالإضافة إلى وقفة تضامنية في منطقة المزار.
طبعا صلاة الغائب تقام كل جمعة في كافة المساجد هنا في محافظة الكرك على أرواح الشهداء في غزة، وأيضا الوقفات التضامنية أصبحت يعني الآن تتواجد في القرى والمحافظات، أي بمعنى أننا أصبحنا نتحدث الآن عن وقفات تضامنية تنطلق من القرى، وهذا المشهد مشهد مألوف أصبح الآن أن يكون هنالك وقفات تضامنية في القرى. يعني كان هنالك في الأسبوع الماضي وقفات تضامنية في منطقة عي، وكان هنالك وقفات تضامنية في منطقة الشهادية، وكان هنالك وقفات تضامنية في منطقة الطيبة. هنا نتحدث عن وقفات تضامنية في القرى تتضامن مع الشعب الفلسطيني، أي بمعنى أن الوقفات التضامنية بدأت الآن تنتشر بشكل كبير في كافة أنحاء محافظة الكرك. هذه الوقفات التضامنية التي تندد بما بممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الغزيين في حربهم المجنونة كما وصفت ضد الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء من المدنيين. أيضا داود الحديث عن فتح باب التبرعات هنا في محافظة الكرك، يوجد هنالك تبرعات تقدم من أبناء محافظة الكرك لأبناء غزة، فتح باب التبرعات في المحافظة، يوجد هنالك جمعيات تقدمت بالتبرعات بالإضافة إلى أفراد قاموا بالتبرع بشكل شخصي لأبناء غزة. كما تشاهد الآن على الشاشة لا زالت الوقفة التضامنية في محافظة الكرك حتى هذه اللحظة مستمرة، وعقب هذه الوقفة التضامنية سيكون هنالك مسيرة تنطلق في منطقة المرج، بالإضافة إلى مسيرة أخرى ستكون هنالك في منطقة الكرك ستنطلق من منطقة المرج إلى منطقة المحافظة. طبعا هذه الوقفة التضامنية بالمناسبة جاءت أمام المسجد الكبير في منطقة المرج بالقرب من مبنى المحافظة، ونحن نتحدث عن مبنى المحافظة وزارة الداخلية للمطالبة بأن يكون هنالك دعم للشعب الفلسطيني، وأيضا يوجد هنالك بالشعارات التي تطلق من الذين يشاركون بهذه الوقفات التضامنية أن الموقف الرسمي جاء متفقا ومتحدا مع الموقف الشعبي، أي بمعنى أن الموقفين جاءا مشتركين، بمعنى أن كل المواقف جاءت داعمة للشعب الفلسطيني والغزيين. الآن ترفع الشعارات، الآن ترفع العبارات التي تندد ما يقوم به جيش الاحتلال ضد الغزيين في هنالك في غزة. شكرا لك من الكرك مراسل المملكة يزن الشمالي. وإلى وسط البلد ينضم إلينا من هناك مراسل المملكة محمد الفايز، أهلا بك معنا محمد، ضعنا في الأجواء من لديك. نعم، أريد أن أتحدث عن هذه المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من المسجد الحسيني في وسط البلد، والتي جاءت بتنظيم من الأحزاب القومية واليسارية، والتي جاءت تحت شعار أنقذوا المسجد الجامعية في قطاع غزة. وأيضا ما تحدث عن هذه المسيرة التي شارك فيها أيضا فعاليات شعبية وشبابية و من المجتمع المدني. هذه المسيرة التي تخللها العديد من الخطابات التي ألقاها عدد من المشاركين، والتي نددوا فيها هذه الهجمة العدائية الشرسة لقوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، والمجازر التي يقوم بها قوات الاحتلال منذ شهرين تجاه المدنيين والعزل والذين ذهب ضحية هذه المجازر من الأطفال والنساء. كما يعني نددوا بالصمت الدولي والذين طالبوا بموقف صارم، وأن يكون هناك يعني موقف دولي لإيقاف هذه المجازر التي يقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة، بالإضافة لما يحصل في الضفة الغربية. وأكدوا بأنه ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافس كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية وقيم حقوق الإنسان، وأن يكون هناك اتخاذ موقف دولي وتجاه ما يحدث في الأراضي
الفلسطينية، داعين المجتمع العربي وأيضا الدولي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا كمورد. وجهوا عدد من الرسائل إلى الحكومة الأردنية بأيضا ضرورة توقف كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل احتجاجا على ما يحصل في قطاع غزة من الانتهاكات المستمرة. الحدث أيضا تم رفع العلم الأردني والفلسطيني في هذه المسيرة والتي كتعبير عن مسجد الصفا، المصير واللافتات التي تعكس تلاحم الشعب الأردني والفلسطيني تجاه ما يحصل في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. أيضا كما حيوا المقاومة التي تصد هذا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، المقاومة الباسلة وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. أيضا من الشعارات التي رأيناها هو يعني المرددين بالموقف الأمريكي المنحاز تماما بإسرائيل والدعم المتواصل تجاه آلة الحرب الدموية لقوات الاحتلال في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، وأن يكون هناك يعني مواقف دولية يكون لها دور في إيقاف هذه الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأيضا من المطالبات خلال هذه المسيرة بضرورة أن يكون هناك دعم لصمود الشعب الفلسطيني في غزة من خلال فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والإغاثية لأهل القطاع الذين يتعرضون لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري. كما أيضا قالوا أنه لا يوجد أو أنه يعني رافضين لأي تضحية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأيضا أشادوا بالدبلوماسية الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لإيقاف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني. وأيضا نتحدث عن هذه المسيرة التي بدأت عقب صلاة الجمعة، تعتبر مسيرة مركزية وأيضا تنطلق منذ بدء العدوان باستمرار إلى يعني التضامن والوقوف تجاه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهرين منذ بدء العدوان. وكل جمعة تنطلق هذه المسيرة المركزية في المسجد الحسيني بالإضافة للمسيرات والفعاليات التي تأتي امتدادا لكل ما يتم تنظيمه من فعاليات مختلفة في عمان وأيضا في مختلف محافظات المملكة، دعما وتضامنا مع صمود الشعب الفلسطيني وإيقاف هذه المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، من خلال إيصال رسالة للمجتمع الدولي لهذا الرفض الكبير عما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر مستمرة، وأيضا أن يكون هناك موقف واحد وصارم تجاه ما يحصل هناك. وأيضا شاهدنا العديد من اللافتات ألا معبرة عن المواقف والمعايير المزدوجة التي رأيناها ترفع في هذه المسيرة. وأيضا كما من المطالبات هو وقف جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهذه يعني رسالة كانت موجهة منهم إلى الحكومة الأردنية. محمد الفايز مراسل المملكة من عمان وسط البلد، شكرا لك. وأنتقل إلى محيط أدوار السادس ومراسلنا من هناك أنس الحياري، أهلا بك معنا أنس، ضعنا في صورة الأجواء من لديك. يعني لا تزال بالفعل أريد الوقفات مستمرة والمسيرات مستمرة، ليس فقط هنا في منطقة الدوار السادس إنما في كافة محافظات المملكة ربما وأيضا في كافة الساحات والميادين الرئيسية في عمان. ساحة مثلا ساحة مسجد عباد الرحمن حتى هذه اللحظة مستمرة الوقفة أمامها التي دعت أو دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، حيث الآن تقام يعني وقفة حاشدة أيضا بعنوان أوقفوا محرقة غزة. هذه الوقفة التي جاءت بعد صلاة الجمعة من المفترض أن تسير باتجاه عبدون، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال وقفة وليست مسيرة، هي وقفة
أمام مسجد عبد الرحمن في منطقة الدوار السادس. يعني ساحات المساجد يعني وأيضا الميادين الرسمية أصبحت إن صح التعبير مزارا أسبوعيا إن لم يكن يوميا للمحتجين والرافضين للعدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة وعلى أيضا ما يحدث أو تحدثه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة. يعني منذ أكثر من شهرين وحتى هذه اللحظة دائما ما نشاهد ونلاحظ المسيرات في كافة محافظات العاصمة في كافة محافظات المملكة وبالتحديد في يعني العاصمة تشهد العاصمة مسيرات ووقفات احتجاجية مستمرة رفضا للعدوان الإسرائيلي. وهذه رسالة أن الشعب الأردني مستمر في دعمه وبتأييد الموقف الأردني تجاه ما يحدث في فلسطين كاملة. المحتجون متمسكون أيضا بمطالبهم بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بالإضافة إلى إلغاء جميع المعاهدات مع الاحتلال، كما أيضا يطالبوا بمزيد من التحرك الدولي دون انحياز لوقف الحرب على غزة. يعني منادين بضرورة وجود موقف عربي موحد وحازم للحد من الاستهتار الإسرائيلي بدماء الفلسطينيين على حد تعبيرهم. وأيضا الموقف هنا يعني موقف داعم للموقف الرسمي، الموقف الشعبي داعم للموقف الرسمي ويعني يؤيد ويعني ويثمن الجهود التي تقوم فيها الحكومة الأردنية والدولة الأردنية من دعم ومن تقديم مساعدات سواء برا أو جوا أو بحرا. نعم أنس الحياري مراسل المملكة من العاصمة عمان تحديدا محيط الدوار السادس، شكرا لك. وننتقل إلى إربد ومراسلنا من هناك أسامة المومني، أهلا بك مجددا أسامة. نبدأ بقراءة سريعة للأصداء حول تصريحات صفدي الأخيرة ضمن الأوساط الشعبية. طبعا يعني أريج يعني هذه الفعاليات تأتي تأكيدا على التوافق الكبير ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، يعني بتزامن مع تصريحات الصفدي الفعاليات لا تتوقف في مناطق محافظة إربد. هذه الفعاليات تندد وتستنكر جرائم الاحتلال الإسرائيلي وكل ما تقوم به يعني تجاه الشعب الفلسطيني وفي غزة تحديدا. أيضا لابد من الإشارة إلى أن يعني هذه الفعالية التي ضمت أعداد كبيرة من المواطنين في إربد تتزامن معها عدة فعاليات في ذات الوقت في إربد. على سبيل المثال هناك فعالية واحدة في منطقة كتم التابعة للواء بني عبيد في إربد. هذه الفعاليات بداية يعني حيت صمود الغزاويين وصمود الفلسطينيين وتمكنهم من الصمود والبقاء رغم من كل هذا الحصار وكل هذا الحملة التي يتعرضون لها من تجويع وتدمير للمستشفيات والبنى التحتية والمنشآت الصحية والطبية وكل الأمور التي تتعلق بديمومة الحياة وضمان سير الحياة بشكل طبيعي. يعني هؤلاء المشاركون هنا حيوا صمود الشعب الفلسطيني، أيضا استنكروا هذه الجرائم المتكررة. كما ذكرت لك أريج يعني سابقا بأن هذه الفعالية تأتي واحدة من عشرات الفعاليات وربما مئات الفعاليات التي أقيمت بتزامن مع بدء عملية طوفان الأقصى. هذه الفعاليات لم تقتصر على مدينة، على قرية، على مخيم، حتى على ديوان تابع لعشيرة. الفعاليات هنا في إربد كانت في كل مكان، يعني التضامن كان واسعا وكبيرا، كان يعكس مدى يعني الحزن لربما في كثير من اللحظات وكثير من لحظات الفقر بما يتم يعني من عمليات ومحاولة يعني للصمود داخل الأراضي الفلسطينية وداخل غزة تحديدا. ذكرت لك بأن العشائر الأردنية وهنا تحديدا في إربد فتحت دواوينها سواء لجماعة التبرعات أو التبرع بالدم أو إقامة فعاليات يعني تضامنية مع غزة. هذه الفعاليات لم تتوقف، إذ سيكون هناك فعاليات يوم غد على سبيل المثال في قرى العبيدات في لواء بني كنانة، في قرى أخرى أيضا كان هناك عدة فعاليات. الفعاليات الشعبية والشبابية أيضا يعني لا تضيع جهد ولا تترك جهد بإقامة هذه الفعاليات التضامنية مع غزة. يوم غد سيكون هناك فعاليات، يوم الأحد الفعاليات تعلن عنها تباعا، وكافة هذه الفعاليات يعني تتزامن مع توافق ما بين الموقفين الرسمي والشعبي استنكارا يعني لهذه العمليات. يعني البعض وصف يعني هذه الفعاليات والكثير من الأمور يقوم بها الأردنيون وهنا تحديدا في إربد بمعركة مقاومة مدنية كما وصفوها، خاصة عندما نتحدث عن المقاطعة أو الإضراب وإغلاق المحال التجارية الذي حقق نجاحا كبيرا في إربد. كل هذا يأتي في سياق الانتصار لغزة والانتصار لفلسطين. عندما ترفع محال تجارية في إربد يافطات كتب عليها احذر هذا المنتج يدعم الكيان الإسرائيلي أو دولة الاحتلال الإسرائيلي، عندما تقوم بعض يعني أو عدد كبير من المحال التجارية والمراكز التسوق الكبيرة في إربد بوقف استيراد
أي مادة من هذه المواد التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي يدل على وجود يعني حالة تضامنية كبيرة تعكس توافقا شعبيا ورسميا أريج. أسامة المومني مراسل المملكة من محافظة إربد، شكرا جزيلا لك.